عايزين تقوله بالانجلش. شوف كده questions، نكمل questions. طيب احنا كنا قلنا يا شباب احنا عرفنا ان وير صح، بس ما عرفناش ليه boys خدت وير، يعني why we use where with boys. اقول لك انا لو انت رجعت للجدول هنا، بص للجدول ده، هتلاقي وير كلمه واحد. ركز معايا حبيبي، كلمه واحد الفيرب وير اللي هو الماضي من فيرب تو بي، بيجي مع كام برناون؟ بيجي مع وي صح كده، وبيجي مع يو، وبيجي مع ذيك. طب انا ايه اللي عرفني ان بويز كمان تاخد وير؟ انا ما عنديش هنا بويز، انا عندي اي ووي ويو وزي وهي وشي. هقول لك على حاجه كده، ان انت عندك ميزان، انت عندك ميزان، ميزان 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 ده بيوزنوا عليه الحاجه. عارفه عارفه، بيبقى عند البياعين ميزان اهو. لا يعني عارف اللي هو بنشيل بيه، بنشيل بيه كده نشوف كم مساحه نقدر نحط فيه كم، يعني او نقدر يعني نشوف رقم. عايز تحط فيه كيلو، عايز 2 كيلو، نص كيلو، تعرفها بالميزان ده. طيب انت عندك الميزان اهو، هتحط هنا الوير اهي، تعال نحط الوير في الميزان. الوير حطينا هنا الوير، الكفه الثانيه بتاع الميزان هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها ايه؟ بويز. بويز مستر. نعم. انا لقيت بويز زي وير. عارف ليه؟ عارف ليه بويز؟ اقول لك ليه، لان في الميزان الثاني ده انت فهمت الاول ان بويز بتاخد وير ليه؟ طيب الميزان الثاني ده مستر اقفل الدوريه دي عشان المفروض تكون ميزان، ده الميزان تبقى مش دوريه، يبقى طبق كده مفتوح تحط فيه الاكل، وتحط في الجهه الثانيه الكيلو حديد كده وتشوفوا قد بعض ولا لا. ده الميزان. انتوا عارفين الميزان ولا مش عارفينه؟ عارفه اللي هو بنقيس بالحاجه نشوف رقم كام، يعني كم كيلو؟ تعرف يعني انتوا عارفين الميزان، شفتوه قبل كده في حياتك؟ ايوه شفته، كنت وانا كنت بسافر. هنا هحط هنا كلمه بويز واشوف مين اللي قد. احط هنا كلمه بويز كده واشوف مين اللي قدها في الوزن. يا ترى اي لو حطيتها هنا كده اي هتبقى نفس الوزن بتاع بويز؟ نو نو ما تكتبش هي دي كده، مش عارف ما بيكتب. المهم اي ما بيكتبش اي ديت نفس وزن بتاع بويز؟ نو بويز اكتر، اي دوت واحد بس، بويز دوت مجموعه، يبقى ما تنفعش. اي بتاخد ايه؟ ووز صح؟ يبقى ما ينفعش اوز مع بويز. طب تعالى نشوف الزيت. الزيت مستر انا عايز افهم حاجه، هو يعني ازاي ووز اخذ، قصدي اي اخذت ووز، يعني في حاجه من الاثنين اخذت ام واخذت واز ووز، اخذت الاثنين صح؟ ازاي اخذت الاثنين؟ مش المفروض تاخد واحد فيهم؟ المفروض صح تاخد واحدة فيهم، بس في حاجة، احنا دلوقتي بنكون الجو برد وسقع، شتاء وسقع جدا، بنلبس ايه؟ جاكيت. جاكيت عشان نبقى دافيانين صح؟ اه. واحنا برضو، احنا برضو لما يكون الجو صيف وشمس وحر بنلبس تيشيرت عشان نبقى مش حرانين صح؟ صح. يبقى احنا برضك ممكن ناخد حاجتين حسب الجو، مره يبقى صيف ناخد التيشيرت نلبسه، مره يبقى شتاء ناخد الايه؟ الجاكيت نلبسه. الجاكيت. اي نفس الحكايه، لما يكون الكلام مضارع دلوقتي تاخد اي، لما يكون الكلام ماضي حصل وخلص تاخد وو. يعني مثلا انا دلوقتي
خفيت وبقيت كويس وحلو خالص. اقول I am good, I am healthy, يعني انا صحتي كويس. طب افرض امبارح انا كنت تعبان، ينفع اقول I am sick yesterday؟ ما ينفعش، لان امبارح ده خلص. am ديت مع حاجات اللي دلوقتي بس. يبقى نقول am او بتاخد حاجتين، لما يكون دلوقتي تاخد am، لما يكون خلص تاخد was. اقول I was sick yesterday، ما اقولش I am. زي ما انت في الصيف بتلبس تي شيرت، وانت برضه هو انت ما اتغيرتش في الشتاء بتلبس جاكيت. اي بتاخد اثنين، في المضارع تاخد ام وفي الماضي تاخد واز. فهمتها يا يحيى؟ يعني المضارع بتاخد ام وبرضه بتاخد واز للقديم. للقديم. بص يا حبيبي، شفت هنا في الميزان هنا لقيت ذي اهي على نفس الثقل بتاع بويز. طب دي فادتني بايه؟ ما دام ذي زي بويز وذي بتاخد وير، يبقى بويز هي كمان تاخد ايه؟ وير. يبقى من هنا عرفنا، من هنا عرفنا حكايه ان ذا بويز وير. تمام، عرفتوا ازاي ذا بويز وير؟ لان بويز زيها زي ذي وذي. الحصه فصلت فما سمعناش حاجه. الحصه فصلت دلوقتي؟ لا كانت فصلت كانت. طيب ما لحقناش نسمع يعني. علي عمر، عمر محسن نمبر 2 يا عمر. نمبر 2 تعالى يا عمر نروح للجدول كده ونشوف يو بيجي معايا. لوك يا عمر. يو بيجي معاها. عرفت. يو ايه؟ يو وير. اكسلنت. يوز. يبقى هنا اما نكمل السنتنس نقول وير ايه؟ وير يو. وير يو. وير يو. شاطر. وير وير يو بور. سيف سيف نمبر 3 يا سيف. There was a bird ولا there were a bird؟ يا سيف فكر في البيرد اللي عندك في الجملة ده، كم بيرد؟ واحد بس. ليه؟ لأنه قال a bird، a يعني واحد. طيب ده هيفيدك بإيه؟ ترجع للجدول هنا شوف البيرد دوت إيه اللي على الميزان بتاعه؟ يعني I زي بيرد مثلا؟ لا، ده بيرد دوت طائر وI ده إنسان. طب وي زي بيرد؟ لا، الوي ديت مجموعه والبيرد واحد بس. يو؟ لا، يو ديت مجموعه والبيرد واحد بس. زي مجموعه والبيرد واحد بس. طب هي؟ بس هي انسان والبيرد مش انسان. شي؟ ايوه واحد بس، شي انسان والبيرد مش انسان. طب ات واحد وات اللي مش انسان. طب ات بتاخد ايه؟ بتاخد ووز، وات زي بيرد، يبقى كمان بيرد ياخد ايه؟ ووز. شاطر. انس محمد جديد. أنس محمد. نعم يا مجد. هاتي أنس ممكن أشوفك؟ فين أنس؟ أيوة أنس، أهلا يا أنس. يا أنس عايزين نحل السنتنس دي. Peter sick yesterday. Peter sick yesterday. يا ترى بيتر was sick yesterday ولا بيتر were sick yesterday؟ خلينا نتفق يا أنس إن بيتر دوت اسم ولد.
زي ما انا اسمي محمود وانت اسمك انس هو اسمه بيتر تمام في الحاله ديت ده يفيدني بايه ارجع يا انس للجدول بتاعك ما انت عايز تعرف هياخد وز ولا وير ارجع الجدول بتاع الوز والوير الجدول بتاع الوز والوير ادي الوز بتيجي مع اي وهي وشي وات والوير بتيجي مع وي ويو زي طب لو حبيت اوزن بيتر كده في ميزان احط قصاده مين عشان يبقوا قد بعض احط مكانه مثلا هي ولا شي ولا اه عشان يبقوا متساويين قد بعض بالظبط هي ولا شي هي حلو قوي هي طب بص لي كده على الجدول هي بياخد ايه ووز ولا وير ووز بيتر متوازن مع هي قد بعض بالظبط وهي مش بتاخد ووز يا انس مش هي بتاخد قول مش بتاخد ووز هي بتاخد ووز صح؟ بيتر زي هي يبقى بيتر كمان ياخد ايه؟ ووز برافو عليك يا انس شاطر جدا تعال نكتب هنا انس معتصم معتصم yes طيب يا معتصم سالي angry was angry or were angry was excellent يا شباب سالي لو انا بصيت على الجدول كده مش هلاقي عندي كلمه سالي صح مفيش سالي هنا صح we you they he she طب انا اعرف منين سالي بقى هتاخد ايه اوزنها عشان نعرف من الاسم بنعرف من اسمه ولد ولا بنت اذا كانت سالي ديت مثلا زي الشي يبقى تاخد ووز ادام هي سالي زي الشي بتاخد ووز يبقى الكل اللي زي الشي ياخد ووز الووز يبقى الكل اللي زي ياخد ووز فهمتوا الحته دي يا شباب فهمتوا يعني سامي بياخد ووز اللي كل اللي زي الهي هياخد ووز زي الهي وكل اللي زي الشي هياخد ووز زي الشي فهمتوها؟ يس طيب وكل اللي زي الذي هياخد وير زي الذي كل اللي زي الذي هياخد وير زي الذي برضه ايوه زي واو واو مالك محمود مالك سيف الدين يوسف هيثم يس يس مالك يس مان يس يلا يا مالك نمبر 6 يا مالك يس تيتشر وير زي سيك لاست ويك عايزين عندي مالك وير زي سيك ولا وير زي وير نوير يس تيتشر نمبر 7 يوسف He in the zoo 1 hour ago. يا ترى he يبقى was he ولا where he؟ Where. تعال نشوف كده الجدول هل he بياخد was ولا where؟ دي اهو جنبيه ايه يا يوسف؟ كلمة دي اسمها was والكلمة اللي فيها اسمها was. Was. طب حلو قوي يبقى لما يطلب مني في السؤال اكمل الجمله بوز وير ومعايا بوز بوز سيف الدين نمبر 8 يو انجري يسترداي يعني هو انت كنت زعلان وغضبان امبارح You angry yesterday. والquestion يا سيف عايزني استخدم was or where. استخدم was or where. يا ترى مع you was ولا where. تعال نرجع للجدول ونشوف هي was ولا where. تعال نشوف الجدول بتاع was or where اللي فوق ده. شوفوا كده شوف كده. You جنبها كلمة ايه يا سيف. مش انت عارف
يو اهل بوسيسيف يو اهل جنبها كلمه ايه الكلمه دي اسمها ايه يا سيف اسمها وير اسمها ايه يا سيف وير وير يبقى في كويشن يو واز وير هنا مي ايه يا سيف واز ولا وير وير استنت يا سيف مستر صوتك بيقطع انا اصلا بيقول اكسلنت سيف اصلا شغال على الكمبيوتر بتاع المدرسه مش مستر مين شغال على الكمبيوتر بتاع المدرسه مش على اللاب بتاعي فانا ما اعرفش بقى الصوت هنا ماله يعني مي بليز عبد الرحمن حسام بليز نمبر 9 عبد الرحمن عبد الرحمن حسام بنا she in the living room 2 hours hours ago عبد الرحمن عبد الرحمن why you used she was here why it is wrong to say where she I must come. Number 10. يا شباب الدوشة اللي مش بيجاوب بيقفل المايك يبقى was excellent يا was دي اهم حاجة يا شباب تعرفوها موضوع ال was وال where تعال نتأكد من موضوع ال am وال is وال are ده اخر تعال نروح لصفحة 38 بس ال am وال is وال are سهل عليكم وهي المشكلة في was وال where تعال نروح بقى لل student book student book plus two page what page what 60 حلقة student book student book page what page 60 حلقة what 60 Connect student. Oh, connect student. We made bed 50, 60. 66. Yes, we don't make the 66. This is unit 5 for students. About using the word. Mr. Page what? Page 66, Mr. 66. نكتب بلس نكتب بلس اس 66 66 نكتب بلس بيج 66 لا لا ا زين ا زين Yes, Mr. Shukari. Start reading, please. Look at that. Thank you, Malik Mahmoud. Muhammad Shukari. نكست محمد الشريف محمد الشريف yes نكست سنتنس it's a big boat thank you علي مصطفى نكست
Where does it go? Thank you very much. Adam Mahmoud, next. Adam Muhammad, next. Teacher, me. It goes on the river. Teacher, me. That انت بتخرش في حاجة عندك فالميكروفون بتاعك بيطلع دوش لما تيجي تتكلم ما تمسكش بايدك حاجة عندك على الديسك بص يا حبيبي الساونز ديت احنا هننطق حرف ال ان هننطق حرف الاس حرف الدي اللي في النص ده هنوقعه هقول ساونز مش هنقول ساوندس ساونز بدام تلات اخر حروف consonant بنوقع حرف اللي في النص في النطق مش في الكتاب طيب يعني ايه بقى ذات ساوندز فن هل ساوندز ديت معناها صوت لا مش معناها صوت في الجمله ديت ذات ساوندز فن يعني ده شكله كده هتبقى حاجه مسليه ذات ساوندز فن يعني شكلها هتبقى حاجه مسليه يعني اقول لك يلا بينا let's go to the restaurant to have hamburger يلا نروح المطعم ناكل همبرجر and watch a movie at cinema ونتفرج على فيلم في السينما هتلاقي الحاجات اللي عجبك وتقول ايه that sounds fun دي حاجه مسليه يعني انا موافق نعملها لانها حاجه مسليه يبقى that sounds fun يعني حاجه ايه مسليه حاجه مسليه thank you يوسف هيثم علي مصطفى next please I want to see some علي اقرأ let's go let's go I want to see some animals let's go دي يا شباب يعني يلا بينا let's go يعني يلا بينا محمد آدم علي أنس محمد read the Anas this sentence I want to see some birds. معتصم. Yes. Okay. Yes. Disable annotation. I'm going to disable annotation. بنمسح الاخ اللي بيبقى على الشاشه دي يا معتصم yes these are the words grass river bank boot bamboo river and the tree look at number one what is number one Is it grass? Is it river bank? Is it boot? Is it bamboo? Is it river? Is it tree? Tree. This is tree. Yes, river bank. Tree. There's not river bank, right? Yeah, it's river bank. The river bank is Al-Arab. Lufad Allah. Let's write tree, Shalom. يبقى هنا نمبر 1 وده اللي بيكتب صغير طيب يبقى نمبر 1 هنا تري نقي نقط خط كبير هنا مثلا لسه صغير ليسني مفيش ليسني معناش ليسني معناش الماده السمعيه بتاعت الكتاب مش موجوده بعد مستر نعم ما ممكن اعلي صوت حضرتك عشان مش سامع
عايز ايه؟ عندي صوت حضرتك عشان انا مش سامع. مش عارف الصوت. طب استنى كده مركب السماعه بتاعتي يمكن الصوت يتظبط. طب ثانيه، هو انت ليه ما جبتش معاك اللابتوب؟ انا شغال من اللابتوب، شغال من الجهاز بتاع المدرسه. طب عشان حد اخده او يعني بتستخدمه؟ لا بيقول لك. الو الو، سامعني؟ ايوه دلوقتي. لا هو اصل انا بشتغل بالجهاز بتاعي، بشيل السلك بتاع النت وبحطه فيه، فقال لك في المدرسه السلك بتاع النت بيبوظ كتر ما بتشيله وتركبه. مستر اكتب اول واحده تري صح؟ اول واحده تري. انا مين تاني؟ علي يحيى نمبر 2 يا يحيى. Look, okay. Look at the picture. Look at the picture. This is number 2 in the picture. What is the correct word? Grass, rubber band, boot, bamboo. Boot. Boot. طبعا. Excellent. If the boot. Yusuf Haysa. يوسف هيثم مستر الجامبو ده. مستر انت هنخلص، هتخلص كمان 4 دقايق، الساعة 10 كده هتخلص. الجامبو دوت يا حبيبي نبات عامل زي المواسير. تعرف يعني ايه مواسير؟ تعرف الماسوره؟ اللي هي بتطلع ميه دي. هو شفت الماسوره معموله من حديد وبلاستيك صح؟ ايوه. البامبو دوت عامل زي الماسوره بس معمول من نباتات، عباره عن ماسوره كده. شوف بتحس ان هو ماسوره طلعت يعني الحته ورق صغير في الجنب كده، ورق صغير. الحته اللي قدام، الحته اللي قدام هي البوت. الحته اللي قدام هي البوت. البامبو دوت نبات عامل زي المواسير كده، جواه فاضي كده، مش جواه خشب، جواه فاضي وبيطلع فيه ورق كده. الناس اللي هو بيحبوا البند، الناس بقى بتقطع الورق ده وتاخد البامبو ده ويعملوا منه قوارب، يعملوا منه كراسي، يعملوا منه حاجه زي السجاده كده حصيره، ويعملوا منه باسكت من البامبو ده، ولما يكون تخين قوي قوي بيعملوا منه السقف بتاع البيت كمان. يعني لما يكبر بقى بيبقى تخين زي الماسوره الكبيره كده، لكن هو صغير رفيع بيعملوا حاجات تانية. ده اسمه بامبو، اللي هو بالعربي البامبو، اللي هو بيحبوا الباندا. وكمان في شباب كده صغيرين زيكم بيعملوا بيه طيارات، تعرفوا الطيار الورق؟ بيعملوهم بالبامبو ده برضه. شفتوها قبل كده الحكايه دي؟ ماشي. شفناها كتير. اللي ساكن في الارياف بس. ما هو اللي في الارياف بس اللي يعرفها، اللي في المدينه مش هيعرفها. يوسف حسين. طيب عبد الرحمن حسين. Look at the picture. Number 3. What is that? عبد الرحمن حسين are you here? Yes. I think this is water. The picture here refers to water. What is the water that we have here? خلي بالك يا عبد الرحمن ان ريفر بانك ضفت النهر. يعني ايه ضفت النهر؟ الشط بتاع النهر. الشط طبعا يعني بيبقى فيه ارض. ده ريفر بانك، مش البنك بتاع الفلوس يا شباب. ريفر بانك يعني ضفه النهر، الشط بتاع النهر اللي هو الجنب اللي فيه الارض اللي جنب ميه النهر. خلاص يا شباب، زي البيتش كده في الشط بتاع البحر، لكن بتاع النهر اسمه ريفر بانك. ايه يا عبد الرحمن؟ وات از نمبر 3؟ ما هي ميه. هي يا عبد الرحمن بص 3 هنا يا بابا، ما تخبطش نفسك. ووتر. ايوه بس احنا ما عندناش ووتر بقى، عايزين حاجه فيها ميه في الاختيارات دي. ما هو ريفر بانك لازم يكون فيه ارض وميه لانه شط، لكن دي ميه بس. ريفر يا حبيبي، شاطر ريفر.
Muhammad Sharif. Look yes. at number four. Muhammad Sharif, number four. في عندك plants هنا. Plants. شوف number four هنا بتشاور البلانتس الصغيرة اللي جنبها. Plants اللي حواليها. Grass. It's grass. Grass. Excellent Muhammad. Number four, grass. Mr. I finished. أنس محمد look at the picture عندك هنا شط اهو شط بس بتاعنا في عندك ووتر وارض الرقم على الووتر والارض مع بعض يبقى واخد بالك خلي بالك we are done with the ايوه river bank we are done with grass we are done with bamboo we are done with the goat we are done with the river we are under a mystery river bank river bank thank you ايوه you're welcome okay. خلاص يا شباب ذا كلاس از دون كبر بيرج بقى لحد الكلاس الجاي جود باي يا شباب يلا مع السلامه اتبارك كام دقيقه 15